رائحة التاريخ تملأ هذا المكان، وفي منطقة السيدة زينب وسط القاهرة يزداد المشهد جمالاً. فمنذ زمن بعيد وفانوس رمضان عادة مستمرة على الدوام، يختفي طوال العام ويظهر مجددا في موعده المحبب ليضيء لنا 30 ليلة من أفضل ليالي العام. نشاط ملحوظ وحراك دائم تشهده ورش صناعة الفوانيس في تلك المنطقة بهدف اللحاق بسوق الشهر الكريم. وبداخل ورشته يقطن الحاج رشوان أحد أقدم صانعي فوانيس رمضان في العاصمة المصرية القاهرة. بدايتي كانت في الستينات، كنت طفل صغير تعلمت الصنعة في منطقة بركة الفيل. ما كناش بناخد حاجة، يعني كان الأهالي الولد يروح يودوه الورشة ومش عايزين من صاحب الورشة حاجة. فالورشة ما روحت الورشة عجبتني، بقيت أمارس برضو أروح مدرسة وأمارس المهنة. مراحل عدة تمر بها صناعة الفانوس التي تبدأ بقص الصفيح على حجمه المراد تصنيعه، ثم ثني ضلعه لوضع الزجاج، وصولا إلى مرحلة تقطيع الزجاج على حجم الفانوس. وفي مرحلة اللحام يتم تجميع القبة والأضلاع والقاعدة ولحامهما معا، ثم مرحلة صندقة الفانوس وتقفيس القبة. أنا بقطع الإزاز، الإزاز بيجي لنا أبيض وإحنا بنلونه أو بنطبع عليه رسومات أو أشكال والكلام دوت. بعد ما بنقطعه إزاز بنعمل له حاجة اسمها ضلع أو صفيح. الصفيح ده بنكس الإزاز بالضلع زي دوت الأشكال ديت، فاهمني؟ وبعدين بجمع بقى إيه؟ بجمع الفانوس. ويعد المصريون أول من استخدموا فانوس رمضان، وذلك في العهد الفاطمي. والبداية كانت مرتبطة بيوم دخول المعز لدين الله الفاطمي إلى مدينة القاهرة قادما من الغرب في الخامس من شهر رمضان في عام 358 هجرية. وخرج الناس ليلا في موكب كبير للترحيب به، وكانوا يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة لإضاءة الطريق له. بقدم السنين وعددها تكون هذه الورشة التي تبقى شاهدة على تطور الفانوس المصري منذ بدايته وحتى الآن، في ظل حرص المصريين على اقتنائه، وبات جزءا أصيلا من تقاليدهم خلال الشهر الفضيل. لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم، القاهرة.